اليوم كان واحد من أهم الأخبار بيان اتحاد القدم اللي صدر على خلفية البيان النصراوي اللي كان فيه تحدث فيه عن شكوى ضد نادي الاتحاد، وأنه الاتحاد السعودي كان قبلها بيومين ألمح أنه خاطب الفيفا ورفع الموضوع للفيفا وجاهم رد من الفيفا. اليوم الاتحاد السعودي أصدر بيان كان حديث حقيقة، هو حديث الأوساط الإعلامية والرياضية، أقرأ لكم إياه بشكل سريع. يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التوضيح بأن إدارة نادي النصر قد تقدمت بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إداريه وأحد لاعبيه. ولعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى فيفا تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى فيفا فيما يخص تحديدا جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة. وقد أفاد فيفا في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له يختص فيفا بالنظر فيها. وأشار فيفا في رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة بين قوسين التي تم الاستفسار عنها يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع. وعليه فقد باشرت لجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة. وترحب الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي باستقبال أي استفسارات من كافة الأندية لتوضيح أي أمور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد. وختاما يؤكد الاتحاد السعودي حرص كافة لجان الاتحاد على تطبيق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، ولن يتم التعليق على التفاصيل الخاصة بالقضايا المنظورة، وذلك حفظا لحقوق جميع الأطراف. طبعا الاختصاص هنا مش واضح في البيان، لكن يعني المعلومات اللي عندنا احنا انه سيقوم اتحاد القدم بالاستفسار من نادي الاتحاد على الشكوى اللي قدمها نادي النصر، وبعدين راح ياخذ افاده من نادي النصر، يعني راح يكون في مداوله بين النصر والاتحاد على الشكوى المقدمه. هل هي الشكوى ضد لاعب، الشكوى ضد اداره، الشكوى ضد اداري في الاداره، الشكوى ضد الاداره بالكامل، الشكوى ضد الاداره والاداري واللاعب والنادي، تنظر فيها لجنه الاحتراف. بعد التداول ستبت لجنه الاحتراف اذا كانت هذه القضيه من اختصاصها، او قد تقول انه هي ليست ذات اختصاص، وقد تطلب من نادي النصر، هذا يعني بنسبة 10% أنا أقول كده، يعني أنه تطلب من نادي النصر أنه قدموا شكواكم على لجنة الانضباط إذا تبين للجنة الاحتراف أنه شكوى نادي النصر ليست بالقضايا المعنية فيها. وهذا آخر شيء عندنا إحنا من معلومات حول الموضوع. فلجنة الاحتراف الآن راح تتداول هذا الأمر مع نادي الاتحاد ونادي النصر، وبعدها ستقرر قراراتها، إما بحسم القضية من جهتها أو أن تقول والله هذا الموضوع مو بعندي عند لجنة الانضباط وروحوا قدموا الشكوى هناك. عاد النصر مقدم على لجنة الانضباط، أنا ما أعرف. أنا اللي فهمته بوجود من البيان أنه في شقين، في شق ما يخص، يعني أنا قريت البيان يعني وأنا جاي بالطريق هنا لقيت أنه في شق يخص اللاعب، إيه هذه المنظورة خلاص اللي هي بيخص اللاعب والقضية اللي أصلا موجودة في الفيفا. فيما يخص اللاعب تم إلحاقه بالقضية السابقة، فيما يخص الجانب الشكوى ضد الجانب الإداري في نادي الاتحاد، أعتقد أن هذا اللي يقصده البيان، أنه في شقين، شق حينظر محليا وشق حيستمر دوليا. لكن في المجمل يعني دائم مثل القضايا اللي موجودة في الوسط الرياضي اللي تكون قضية رأي عام، تمنى أنها دائما يبت فيها بسرعة أيا كانت فيها النتائج. دائما تأخير البت في القرارات يخلق جدل ويخلق تأويلات، ونتمنى في الأخير أن كل صاحب حق يأخذ حق إن شاء الله. طيب هذا هو البيان اللي صدر اليوم، وهذه هي المعلومات الواردة حتى الآن حول القضية.